زي ما شفنا في ال 200 سنة اللي فاتوا مشاكل وحروب كتير قوي كانت في العالم، وحصل في حالات كتير منها تدخل خارجي أو أجنبي. تعالوا نشوف موضوع التدخل الخارجي ده. يا خرافي يا حنفي، أوعى تتدخل في حياتي. لا هيتدخل، اتدخل يا حنفي. تاريخيا كان اي تدخل اجنبي من دوله في دوله كان بيحصل من الامبراطوريات الكبيره من ايام الفراعنه واليونان والرومان في الدول الصغيره، كانت بتيجي الامبراطوريه الكبيره تقتحم وتستعمل الحته دي عشان مصالحها. يعني ايام الامبراطوريات تاريخيا وكده كان اللي هو ايه، من هنا لهنا الحته دي بتاعتي ومحدش ليه حاجه عندي، يلا بالسلامه كلكم. مرورا بالامبراطوريات الكبيره من ايام الفراعنه الفرس الروم الكلام ده كله، وصلنا للتاريخ العربي وبالذات في اليمن. في عقده في اليمن اسمها عقده سيف ابن ذي يزن. سيف ابن ذي يزن ده كان ملك من اليمن، وكان الاحباش اللي هم اثيوبيا محتلين اليمن، حب يتقاوى عليهم بالفرس، راح لايران وطلب منهم ان هم يحرروهم من اثيوبيا من الاحتلال الحبشي. اللي حصل ان ايران جت مشت الاثيوبيين واحتلوا هم اليمن. في اواخر القرن 19 وبدايه القرن 20 وبدات افكار مستنبطه من الثوره الفرنسيه عن العدل والمساواه وحقوق الانسان وكده بدات تظهر على السطح، مع وجود افكار راديكاليه تانية بدات تظهر للسطح وتوصل للحكم زي الفاشيه والنازيه والصهيونيه. بدا يكون في مطالبات بوجود عقد اجتماعي ما بين الحاكم والمحكوم، ومطالب اكبر بوجود عقد اجتماعي ما بين الدول وبعضها، ويكون في ميثاق او عقد عالمي ما بين الدول وهيئه عالميه كبيره تحكم علاقات الدول دي ببعض. اول جهود وجود نظام عالمي يحكم الدول ببعض كان عصبه الامم او League of Nations، اللي حصلت واتكونت في 1919 بعد الحرب العالميه الاولى على طول، وكان الغرض منها يكون في سلام في العالم وتعاون ما بين الدول. طبعا عصبه الامم دي انتهى عملها وانتهى كيانها خالص مع بدايه الحرب العالميه الثانيه، واللي كان الغرض الاساسي من عصبه الامم ان هي ما تحصلش، وانتهى عمل عصبه الامم في 1945. مع نهايه الحرب العالميه الثانيه وفي سنة 1945 اتكونت الأمم المتحدة اللي عدد أعضائها دلوقتي 193 دولة. الأمم المتحدة كان نفس غرضها هو غرض عصبة الأمم، يحصل سلام في العالم وتعاون ما بين الدول. والأمم المتحدة تحتيها هيئات كتير قوي هنتكلم عنها دلوقتي. تحت كيان الأمم المتحدة الكبير في كيانات كتير صغيرة، محكمة العدل الدولية في لاهاي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، اليونيسف، اليونسكو، منظمة الطاقة الذرية بتاعت الدكتور البلدعي، الـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية، ومجلس الأمن. ومجلس الأمن ده عايزين نتكلم عليه شوية لأنه ليه علاقة بالتدخل الأجنبي. مجلس الأمن في الأمم المتحدة هو المجلس المسؤول عن أي تدخل دولي أو تدخل أجنبي في أي دولة من الدول الأعضاء. بيتكون من 15 عضو، 5 دائمين اللي هم المنتصرين من الحرب العالمية الثانية، أمريكا، روسيا، إنجلترا، فرنسا والصين. الحاجة الغريبة عن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إن هم أكبر مصنعين للسلاح ومصدرين للسلاح في العالم، وهم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. أي قرار من مجلس الأمن بيتصدق عليه من الجمعية العمومية للمجلس اللي هم الـ 15 عضو لازم يتوافق عليه من 9 من أصل 15 عضو، ومن جوه التسعة لازم يكونوا الخمسة الدائمين موافقين على القرار. ولكل دولة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق الفيتو، يعني مش عاجبه كرسي في الكلوب ويلا، مش عاجبني القرار ده فيتو خلاص، القرار اساسا ما يطلعش. عايزين نتكلم على حاله خاصه جدا جوه مجلس الامن، امريكا بالذات. امريكا كتير قوي اتدخلت وبالذات في ال 200 سنه اللي فاتت من غير ما تبص ولا لعصبه امم ولا امم متحده ولا مجلس امن ولا حاجه، لكن مؤخرا بدات القوه تتزن شويه، وبدا عشان ياخد قرار وزي ما شفنا في سوريا يروح ويرجع ويحاول يكلم الناس يقنعهم. حتى جوه امريكا اوباما ما كانش عارف يقنع الناس اللي جوه امريكا الكونجرس ان هم يدوا له الاوكي يضرب سوريا. لغايه دخول امريكا الحرب العالميه الثانيه وخروجها منتصره مع بقيه الحلفاء، ما كانتش امريكا الدوله اللي بتتدخل في شؤون الدول الثانيه بالطريقه السافله والسافره اللي شفناها في اخر 50 سنه. بدات تتدخل كهي ضابط البوليس بتاع العالم، اللي ما يعجبوش يديله بالعصايه. مفيش حتى يعني المساعي الدبلوماسيه ما كانتش بتاخد وقتها قوي، هو كان خلقه ضيق، يا دوبك الحاجه اللي ما تعجبوش مش عاجبه يلا ابعت طيارتين، ابعت حامل الطائرات بطيارات، سهدم الحته دي خالص ونخش بالجنود بتوعنا. الامثله كتير جدا على التدخل الامريكي في الدول الثانيه، غير ان المخابرات الامريكيه والشركات المالتي ناشونال الامريكيه كانت بتحشر مناخيرها في كل حاجه في الدول اللي هي فيها قبل ما الجيش يخش، ودي بتبقى المرحله الاخيره. امريكا اتدخلت حتى بطريقه غير مباشره في حروب كتير قوي، حروب الهند وباكستان طبعا الاتحاد السوفيتي وامريكا من تحت لتحت، مصر واسرائيل او الدول العربيه واسرائيل، حروب في امريكا الجنوبيه، حروب في افريقيا، كونغو زائير هم اللي كانوا مساندين الانقلاب اللي حاصل. تدخلات مدروسه كويس جدا جغرافيا، وهنشوف الصور الكتير ان هي اتدخلت في حتت دايما يا حوالين ايران او بيبقى التدخلات دي ليها اثار اقتصاديه زي ما حصل في افغانستان والعراق واللي كان عايز يحصل
في سوريا واللي حصل في ليبيا من سنتين. هم جيش اعظم جيش في العالم، لكن برضو في مقاومه رهيبه وفي خسائر كتير قوي ومش بيعلن عنها. غير ان كان في تدخلات امريكيه متغطيه من الامم المتحده زي كوسوفو والبوسنه والهرسك، الكويت، حرب الخليج. دول تانية عملت تدخلات اجنبيه بس على نطاق اقل شويه، زي ما شفنا من سنه فرنسا في مالي، انجلترا برضو كان ليها شويه تدخلات، روسيا برضو كان ليها شويه مناوشات مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي زي ما حصل في الشيشان، وبعد كمان مناوشات مع اوكرانيا. مصر على مدار تاريخها ومن ايام الفراعنه حصل لها احتلالات كتير جدا، البطالمه، الرومان، الفتح الاسلامي لمصر، تدخلات اجنبيه في القرن العشرين كتير قوي، وبالذات من ايام الملك وبعد ثوره 23 يوليو ولغايه ثوره 2011 وثوره او انقلاب 2013 زي ما عايزين تسموها. اخر حاجه عايزين نقولها ان اي تدخل اجنبي حصل تقريبا في التاريخ جه كله بعكس اللي هو كان معلن عليه، ان هو داخل عشان يعمر الارض او ينشر الديمقراطيه او يتخلص من حاكم ديكتاتور، بيجي باسوأ منه، والظروف بتبقى اسوأ من الظروف اللي قبل التدخل. وفي اغلب الاحيان زي ما كوندوليزا رايس قالت، الفوضى الخلاقه دي في قاموسها هي، بس مفيش فوضى خلاقه. اي استعمار تدخل امريكي انتهى بكوارث وملايين الناس ماتت. فاللي احنا عايزين نقوله ان دلوقتي بعد اللي شفناه في سوريا، من ان امريكا كانت فاتحه صدرها وداخله جامد عشان تضرب سوريا ضربه عسكريه، رجعت خطوتين لورا لان موازين القوه بدات تتاثر.